وين تروحي مدام؟ والسفر اللي موصي عليها؟ هارون انا ما بقدر اكل. لا مدام حرام عليك، شو عامل لك انا؟ ما انك عامل لي شيء، بس ما بقدر اكل من اكلك، يعني مصاريك حرام. انا هاد اللي طلع معي الله يسامحك. هارون في شغله لازم تعرفها، انا كل شيء غالي عندي فقدته، فما عاد بيعنيني لا اكل ولا شرب ولا اي شيء. كل شيء عم فكر فيني اقدر اشتغل شغله صبت منها اموري. هاي الشغله عندي انا، اذا بدك بشغلك شغله بعطيك عليها راتب 500,000 تقريبا، ما بتشتغل شيء وتضلي قاعده ببيتك. شكلك ما عم تفهم علي. شو لوين قمت؟ عم وصلي. لا معلش بروح لحالي. حرام عليك يا مدام، انت كثير عم تقسي علي، يعني انا مو ذنبي اذا بحبك. طيب يلا شرف. الله يزيدك شرف. مدام ساكنة بالمقبرة؟ لا ساكنة هون. مدام انت هون شارية شري؟ لا مستأجرة. طب اقول لك شغلة، هيك بدك تضلي بلا اكل؟ خلص انا بدبر حالي. مدام عفوا بس اسمعيني بشغلة، انا صدقيني هدول مصاري مو مصاري، انا هدول مصاري لقيتهم بالشارع امبارح. يعني هلا بدك تقنعني انه هي الرزمة لقيتها بالشارع؟ مدام ورحمة سارة لقيتهم. ما تحلف بسارة. مدام طب معلش احكي لك قصة تاخدي منها عبرة. تفضل. مدام كان يا مكان بأمين الزمان كان في وحدة معتازة مصاري، بمرقة واحد معه مصاري قام عرض عليها مصاري قامت اخذتهم منه، يعني شو صار هي القصة؟ فأنت يعني أمانة خذيهم مني. هارون والله العظيم جاي عبالي اخذهم مشان ريحك بس ما بقدر. طب وإذا بقول لك أنا معي مرض خطير؟ انزل اشرب فنجان قهوة يلا. لا يحصلوا على كل شيء، آخر شيء بيموتوا، مصاريهم بتتوزع وبيوتهم بيسكنوها غير، والناس اللي بحبوهم بينسوهم. بس بتعرف أنا بحسدهم ارتاحوا، الله أعلم إذا ارتاحوا. اللي يا هارون كيف فيني ساعدك؟ عن جد عم تحكي مدام؟ ايه عن جد. يعني في مجال يصير في معانقة يعني التحام وبوسة واحدة يعني؟ لا هارون انت فهمتني غلط، أنا قصدي ساعدك على طريقتي مو على طريقتك.
على اساس كثير في فرق بين طريقتي وطريقتي، لك لا عم تمنعي، لك شو صار لي؟ شو بك هارون؟ شو جنيت؟ جنيت وما عاد ما حخليك كلمة شعرة مني، فهمان؟ بعد عني! مستحيل! ليش هون؟ ما بعد عني، يلا روح اطلع لبرا، يلا هيك مني على الخالص. شو رح تساوي؟ رح انتحر. ايه بيكون احسن. يلا يا جبان نط نط وريحني منك. لدرجة بتكرهيني؟ هارون طلع فيه، عم بقول لك طلع فيه. انت بتقدر تتجوزها لخدامتك اللي بتموت عليك؟ جاوبني ليش؟ انه ما بحبها. وانا كمان نفس الشيء، لا تجبرني ساوي شيء انت ما بتقدر تساوي. كرمال الله يا هارون، ارحم حالك بقى وارحمني. ساوي انت وياه خير معلم؟ شو صار معك؟ ان شاء الله انتهت القصه بينك وبينها. انتهيت؟ هلا بلشت. ليك عبود، ليك نجيب، ما بعرف شو بدي ساوي. توقف هون، متر واحد ما بتخليها تبعد عن نظرك، متر واحد، فهمان؟ تعين حارس اثنين عشرة قد ما كان لشوف يا انا يا هي، بدي نزلها على خانتي. عمك وأختك مراجعين. مراجعين بس عم دور عليهم. ما بدي أغسل لك جرباتك؟ لا. سوي لك أكل؟ لا. سوي لك شراب؟ لا. حط لك غنية نانسي عجرم، أشتكي منه. غنية شو؟ أشتكي منه. أشتكي منه؟ لا. طيب شو ساوي لك؟ ولا روح جناني؟ شو بك صغير لك يوم؟ تحبيني نور؟ اي والله كثير، ودائما بيقول يا رب يا ريت حرم بحبني مثل ما انا بحبه.
لهالدرجة؟ تعال عندي انت وعبود. اي وجيب معك شيخ. اي اي يكتب كتابي. هلا بتعرف.